من جهته قال مندوب فلسطين في مجلس الأمن أن الولايات المتحدة اختارت أن تنحاز بشكل كامل لصالح سلطة الاحتلال الإسرائيلي ولعرقلة جهود السلام، مشيرا إلى أهمية وضع آليات جديدة جماعية وتحت مظلة الأمم المتحدة للحفاظ على الوضعيات القانونية للقدس. وما سمعناه اليوم هو انحياز كامل 100% لصالح سلطة الاحتلال وليس لموقف انحيادي بيننا وبين الطرف الإسرائيلي. فمن المفارقات المأساوية أنه بينما كنا ننتظر أن تأتينا الولايات المتحدة بخطة السلام بخطة العصر، وجاءتنا هذه الإدارة بمسلك يعرقل ويهدد تحقيق السلام، مما يستدعي وضع آلية جديدة تكون جماعية وتحت مظلة الأمم المتحدة بعيدا عن الصيغ القديمة التي لم تجدي نفعا. ولكن من المثير للعجب أن الدولة العضو التي استخدمت الفيتو اليوم هي نفسها التي تؤكد مرارا وتكرارا على سلطة مجلس الأمن وأهمية احترام قراراته